معكم ناعم زيري من ملعب نيلسون مونديلا ببراقي. راح نخليكم اليوم تعيشوا أجواء مباراة الجزائر أثيوبيا. بما يخص أجواء التنظيم اليوم كان جد محكم، أمور تسير على ما يرام. بزاف كانت اللحام هنا يا محلات لبيع المأكولات. وباش نعلمكم ما البريف وادو راني شريت قرعة ما اللي نشروها بطروامين، طروامين الزكرة هي 10,000 باش يكون فيها عندكم. محاجب وكاين يا الاخر ما يلعب محاجب محاجب
هذا أخو جمهور ولا أروع جمهور من داها. وهكذا تنتهي مباراة الجزائر 1-0 مثل المباراة الأولى، وألف مبروك للشعب الجزائري.